الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس أسماء على قناة ساينس ويز مس أسماء حبايبي جريد 6. النهاردة هناخد شيت 2 على ليسون 1. في بروبلمز كتير، يا ريت نتابع الفيديو للآخر. هنبدأ ناخد أول بروبلم معانا، نقراها يلا. An object's mass equals 30 kilogram on the earth's surface. Calculate. بيقولك لو الأوبجكت ماس بتساوي 30 كيلو جرام على سطح الأرض، احسب the weight on the earth surface. عايز الوزن على الأرض. عايز number two، عايز the weight on the moon surface. سهلين جدا خالص خالص. أنا عارف القانون بتاعي إن ال weight on the earth، أهو the weight، هنكتب كده the weight on the earth، على سطح الأرض هيساوي إيه؟ الماس تايمز 10. هعوض الماس عطياني بكام؟ ب 30 كيلو جرام تايمز 10 ايكوال كام؟ 300 نيوتن. خلاص كده جبتها. طب عايز الويت اون ذا مون. ذا ويت اون ذا مون، انا عارف برضو القانون بتاعه، بيساوي الويت اون ذا ايرث ومضروب في كام؟ تايمز اي 1 6 مضروب في سدس، يبقى هتساوي 300 times 1/6 equal كام؟ حد يقول يلا بسرعة. ها برافو عليكو، 50 نيوتن. كده حلينا أول مسألة بسهولة. طب تاني واحدة نشوف، بيقول لنا إيه في تاني واحدة؟ If the weight of your body on the earth equals 600 نيوتن، يبقى هو عطيك الويت على الأرث كام؟ 600 نيوتن. Calculate، احسب. Number one, your mass on the earth. Number two, your mass on the moon. Number three, your weight on the moon. يبقى هو عطيني الويت وعايز الماس. أنا عارف أول حاجة كده. أول حاجة أنا عارف إن القانون بتاعي بيقول إيه؟ إن الويت على الأرث بيساوي إيه؟ الماس تايمز 10. طيب أنا عايز الماس on the earth، يبقى الويت عند الارث وعطولي كام؟ اعوض مكانه 600 نيوتن بيساوي الماس تايمز 10. يبقى الماس on earth هيساوي الايه؟ 600 divided by 10 هتساوي كام؟ 60 كيلو جرام. هتساوي كام؟ 60 كيلو جرام. انا عارف برضو ممكن اجيبها بسهولة اكتر لو انا عارف المثلث بتاع الحل بتاعي، ان فوق بكتب ان الويت بيساوي الماس تايمز 10، فانا عايز الماس هقسم الويت على 10 على طول. ما ننساش واحنا بنعوض نكتب الوحده في نهايه الحل، اهم حاجه. لو بكتب هجيب ويت اكتب نيوتن، لو هكتب ماس اكتبها بالكيلو جرام. طب دي الماس اون ذا ايرث. عايز الماس اون ذا مون. ذا ماس اون ذا مون، هل الماس بتتغير؟ لا، الماس از فيكسد فاليو. يبقى الماس اون the moon، الماس على القمر بتاعته هتساوي كام؟ برضو 60 كيلو جرام. ليه؟ لانها doesn't change. طب number 3، الweight on moon، weight على المون، الweight on the moon surface بيساوي الweight on the earth times 1/6 وعلى ايه؟ على سدس، بضربه في سدس، يعني بتساوي الرقم اللي هو عطولي كام؟ 600 مضروبة في سدس هتدينا كام؟ 100 نيوتن. ودي كانت مسألة سهلة جدا برضو. ناخد اللي بعديها، مسألة اللي بعديها معانا هنا number 3، بتقول لنا ايه؟ If an object mass equal 200 gram، لو الobject mass هنا كام؟ 200 gram on the earth، على سطح الأرض. Calculate its mass on the moon، its weight on the earth، its weight on the moon. طب الاوبجكت ماس عطيها لي 200 جرام، يبقى الماس بتاعتها على المون كام؟ هي عشان الماس ما بتتغيرش. يبقى نمبر A، الماس on the moon على القمر كام؟ هي الماس on the earth اللي هي 200 جرام، مش هتتغير. طيب نمبر B، الويت on the earth، الويت على الارث بيساوي ايه؟ بيساوي الماس بالكيلو جرام، ما ننساش، تايمز 10. طيب الماس بقى عشان اجيبها بالكيلو جرام، يبقى 200 دي هقسمها على
1000 divided by 1000 يبقى الويت على الارض هيساوي 200 مقسومه على 1000 عشان احولها للكيلوجرام لان هو عطوها لي بالجرام تايمز 10 اللي هو هتساوي كام 200 divided by 1000 اللي هي 0.2 تايمز 10 يبقى equal to a 2 نيوتن 2 نيوتن يبقى الويت on the earth equal to نيوتن equal to نيوتن. Number C الويت on the moon سهل خالص بيساوي الويت on the earth مضروب في A في سوتس 1/6 multiply by 1/6 يبقى هيساوي 2 times 1/6 اللي هيساوي A quarter newton اسفة third newton تمام تمام. Number 4 بقى سؤال number 4 a body whose weight is 20 newton لو كان الجسم وزنه 20 نيوتن on the moon هنا فين on the moon لازم اركز في المسألة واشوف المعطى عطيهولي على الارض ولا على القمر عطيهولي على القمر احسب لي الويت on the earth سهلة خالص الويت on the moon انا عارف بيساوي الويت على الارث مضروب في سوتس طيب يبقى انا الويت على الارث هيساوي الويت على المون بس هنا multiply by 6 يبقى الرقم اللي هو عطيهولي اللي هو كام 20 هضربه في كام في 6 هيطلع كام 120 نيوتن كده جبنا on the earth طيب its mass عايز الماس بقى on the earth الماس on the earth انا عارف ان الويت بيساوي الماس تايمز 10 يبقى الماس هتساوي الويت divided by 10 يبقى بتساوي الويت على الارث هقسمه على 10 يعني هتساوي ال 120 divided by 10 يعني هتطلع كام 12 كيلو جرام ده كده السؤال بتاعنا الحل المسألة بتاعتنا حل المسائل كلها بتعتمد ان انا اعرف هو عطيني ايه بالظبط واركز في الوحدات بتاعتي واشوف هو عطيني على سطح الارض ولا سطح القمر ولو عطيني ماس اشوفها بالجرام ولا بالكيلو جرام لو بالجرام لازم احولها للكيلو جرام ان انا اقسم على 1000 طب هناخد بقى سؤال مهم جدا 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 بيجي لنا كتير في الامتحان اللي هو what happened ماذا يحدث لو ماذا يحدث لو the mass of the object increase ايه اللي بيحصل لو الماس زادت برافو عليكم الويت هيزيد the weight of object increase يبقى the weight of an object ايه اللي هيحصل له هيزيد كل ما الماس هتزيد الويت هيزيد increases طيب السؤال اللي بعده the distance between a person in a balloon and the earth increase the distance زادت للشخص جوه البالون بينه وبين الارض كل ما المسافة بتزيد ما بين البالون وما بين الأرض الويت بتاع البيرسون برافو هيقل يبقى the weight of the person decrease the weight of the person الشخص ده إيه اللي هيحصل له decreases هيقل طيب number three transferring a body of 60 newton weight from the earth to the moon لما بنقل transferring نقل جسم كتل وزنه 60 نيوتن من الارض للقمر وزنه هيقل صح يبقى the weight of the body will decrease to 10 the weight of the body الجسم ده ماله هيقل will decreases لإيه؟ لعشرة 2 10 يبقى هيقل لغاية 10 نيوتن صح؟ للصوت يعني أنا هقسم 60 على 6 by divided by 6 equal 10 نيوتن تمام آخر واحد number 4 the mass of the planet where the object exists increase كل ما الماس بتاعت البلانت بتزيد كل ما الويت هيزيد عشان الجرافيتي هتزيد يبقى the gravitational force will increase the gravitational force of the planet
مالها؟ increases. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. ما ننساش نعمل سبسكرايب ولايك وشير، واشوفكم على خير.